مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. معكم نور فتح الرحمن أحمد ضفع الله، مؤسس مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم يشرفنا إنه يكون معنا بروفيسور زينب عبد الرحيم عثمان، وهي أول مدير للمركز القومي للبحوث بعد الثورة، حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. فبروفيسور زينب مشكورة، يعني هتبدأ لنا سلسلة بتاعت جلسات زي دي للتعريف وتوضيح دور مراكز البحوث في النهضة بالسودان أو في نهضة السودان. مرحبا بك يا بروفيسور زينب، وإحنا سعيدين وكلنا فخر بأنك أنت موجودة معنا اليوم في واحدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانية. مرحبا بك. طيب، السلام عليكم كلكم، واسمح لي يا دكتور أنور أول حاجة أشكرك، يعني أجزل الشكر على الاستضافة وعلى كل يعني التعاون والمساعدات اللي قدمتها لنا، وبرضو عايزة أشكر يعني البشمهندس ولدنا حيدر برضو على التكنيكال اسيستنت اللي قدمها يعني للمركز، برضو الشابات في المركز اللي قاموا بالمبادرة، باحثاتنا يعني على اول الطريق زي ما بيقولوا ريان وسندس وميساء ورانيا، معاهم الدكتور حنان مضوي، برضو انا بشكرهم اجزل الشكر على الترتيب يعني للمقابله دي وللمجموعه المحاضرات اللي حتجي بعدها. ابدا طوالي اديكم نبذه عن المركز القومي للبحوث. يا ريت لو اديتني نبذه برضه عن خلفيتك يا بروف، لانه معظم الناس ما بيعرفوا الماتيريال زي شنو. كويس، ادي نبذه، قلت شنو يعني عن السيره الذاتيه بتحديدا. بالضبط، يعني عشان الناس. ايوه نعم. ايوه جدا. طيب، انا اسمي زينب عبد الرحيم عثمان، ويعني باحث في المركز القومي للبحوث، من تعينت من مساعد باحث واتدرجت. بالنسبه للدراسه الاكاديميه، انا تخرجت من جامعه الخرطوم كليه الزراعه قسم الغابات، يعني وكان الوقت ده هو قسم، اتخرجت 92. I had my masters من نفس يعني بقت كلية الغابات بعد ذاك، وبعدين عملت دكتوراه في فرنسا، وطول الوقت أنا كنت متخصصة في حاجة اسمها يعني الثيمة العريض هو Forest Industries، وبعد ذاك أنا تخصصت في الأخشاب المضغوطة بنسميها، أو بالعربي بنقولها يعني عموما كده البايو كومبوزيت ماتيريال، اللي هي مكونة من ألياف طبيعية ومادة لازقة، وأنا دايما بقول للناس هو ده الخشب الناس بتعتبره جديد، يعني البارتيكل بورد والام دي اف، الأسم مستخدمة بصورة واسعة جدا في الأثاث، والسودان بيستورد منها يعني زي ما بيقولوا كميات مهولة جدا من الصين ومن ماليزيا وكده. فأصلا في المركز العمومي للبحوث كانت في وحدة يعني مهتمة بالسليلوز وأبحاث السليلوز، اللي هو السليلوز ده هو المادة الرئيسية المكونة للأخشاب، وكان شغلهم كله بيست على المخلفات الزراعيه. لكن للاسف اغلب الناس اظن مع الانقلاب بتاع 89 هاجروا، وتقريبا انا وزميلي دكتور صلاح وبعض الزملاء انشانا الوحده دي، وتحولت بعد ذاك لقسم علوم المواد حسب التدرج والريستراكشرنج اللي كل مره بيحصل للمركز القومي للبحوث. وفي زيها لابات، يعني عندنا نحن لابات بننتج فيها الخشب ده، وهي الوحيدة الموجودة في السودان، وبندرب يعني كل طلبة الجامعات وكل طلبة الدراسات العليا عليها، يعني حتى من مختلف برضو أقاليم السودان. وعندنا شراكات يعني برضو مع بعض الدول الأجنبية زي فرنسا وألمانيا وتشاينا، يعني متعاونين معنا في البرنامج بتاع الخشب المضغوطة ده، والناس يعني بيتحركوا في موبيليتي بروجرامز بتخلي الباحثين يتحركوا للدول دي ومنها برضو. ده كده يعني حاجة بليف نعم. يعني عني وعن شغلي. أيوة يعني أنت الكارير بتاعك بدأ في المركز وواصل في المركز. بالظبط كده، يعني أنا أول جوب لي في المركز يعني، والمركز نحن صراحة عرفناه منه نحن طلبة، ويعني لو أنا كده يعني خلاص خطيت في بالي إنه أنا هشتغل في المركز، يعني حتى بالذكر كان الدكاترة بيقولوا لي يعني when day you are going to join the staff يعني في كليتنا وكده، كنت بقول لهم لا أنا ماشية من ثالثة تقريبا جامعة، أنا قررت إنه أنا هشتغل في المركز العمومي للبحوث، يعني interesting. الحمد لله it happened. طيب شنو اللينك كان بينك وبين المركز اصلا؟ يعني ليه من الوقت ذاك اصلا قررتي انك تكوني في المركز؟ شنو اللينك؟ هل كان في زول قريب ليك ولا؟
ولا احنا يمكن أستاذ ولا يعني كده؟ ايوه بالظبط كده، احنا يمكن كنا يعني محظوظين لانه الوقت ده كان في بروفيسور بلغاريه اسمها خريستوفا، وكانت هي بتدرسنا الوود يوتيلايزيشن او فورست يوتيلايزيشن، اللي هي كيف نعمل خشب مضغوط وكيف نعمل ورق. فكنا مين اللي بنجي عشان نتدرب على صناعه الورق، وطبعا كانت دي وما زالت يعني اللابات الوحيده الموجوده في السودان اللي هي بتنتج ورق وخشب مضغوط. فيعني من ثالثة بدينا نتدرب يعني على الصناعات دي، كنا بنجي المركز عشان نشتغل الاكسبيرمنتس بتاعتنا يعني في ثالثة وفي خامسة، ومن هنا بدأ اللينك يعني يتعرفنا والله على المركز. دي حاجة رائعة جدا جدا إنه الزول يكون يعني زي ما يقولوا بورن في مكان لحد ما وصل التوب بتاعه في أعلى هرمه، فبالتالي بيكون عندك يعني ذكريات كثيرة مرتبطة بوجودك في المركز from junior لحد المو سينيور يعني. ايوه اكيد. وبرضو انت قلت يعني انا اول مدير بعد الثوره، انا برضو كمان يعني فخوره بانه افتح السكه يعني زي ما بيقولوا الدرب لبنات يعني جيلي والاجيال التجي، لانه انا برضو اول مدير فيميل ما شاء الله يعني كلهم كانوا دي ثمار الثورة. حوالي 12 سبقوني يعني من 1970، يعني 12 تقريبا هم سبقوني يعني، انا اول فيميل، واتمنى انه خلاص تكون كده السكه فتحت للويمن عشان ياخذوا البوزيشن في يعني في الساينس، توب بوزيشن ان ساينس اند تكنولوجي. والله احنا يزعجنا جدا جدا انه يكون الليدرشيب يعني فيمينين، على اساس انه تمشي الامور لقدام. اعتقد انه رايي الشخصي انا دائما لو كان السودان ده قياده الجيش تحديدا فيه من نساء السودان الكنداكات، ما اظن كان قامت حرب. واتمنى انه يعني ربنا حقق السلام. طيب يا والله بروف، شنو الفروقات اللي بتكوني طامحه انك انت كمديره مركز؟ لانه احنا نيجي نعرف الفيجن والميشن والجول بتاعت المركز القومي للبحوث شنو؟ طيب أول حاجة بالنسبة للميشن بتاعت المركز القومي للبحوث، إنه يعني يعمل بحوث تطبيقية بغرض التنمية، وإنه ينشر الثقافة بتاعت البحث العلمي عموما يعني في السودان بين مؤسسات الدولة المختلفة يعني. وعنده طبعا أهداف، حوالي 10 أهداف عشان تحقق الرسالة دي يعني، وإنه رؤيته إنه يبقى من المراكز البحثية المرموقة يعني داخليا وخارجيا. المركز عنده في عشان يحقق الاهداف بتاعته العشرة دي، عنده عديد من المعاهد اللي بتتبع له. معاهد زي شنو مثلا؟ اسماء كده مختلفه، لانه في ناس ما بيكونوا عارفين اصلا انه والله صح يا اخي والله المركز ده المعهد ده تابع للمركز ده وكده، مش كده؟ والله صح ايوه. المركز العام للبحوث عنده 7 معاهد بحثيه، انا يعني حذكر اساميهم، نعم. والسبعه معاهد دي كلها يعني اي معهد متخصص في اريا، وطبعا جواه في تخصصات يعني دقيقه. فعندنا يعني من اوائل المعاهد اللي هو معهد ابحاث البيئه والموارد الطبيعيه والتصحر، فلو لاحظت يعني اسمه برود، بيغطي كل الاسبيكتس بتاعت البيئه، اي شغل في الزراعه يعني ومكافحه التصحر ايضا، ده كله يعني بيقوم به المعهد ده. في تاني عندنا معهد ابحاث النباتات الطبيه والعطريه والطب الشعبي، فده برضه بيبدا يعني زي ما بيقولوا الصناعه بتاعت الادويه من العشابين، من الخبرة الموجودة عند العشابين، بيقوم بتدريبهم أيضا على الطرق الصحيحة على استخدام الأحشاب وكده، ولغاية ما في النهاية يطلع درج يعني يعالج مرض معين يعني. أيضا عندنا الثالث هو تروبيكال، أنا طبعا يعني بس بقوله ما يعني ايوه نعم الأوردرينج نعم عنده ما عنده معنى أي معين يعني. نعم في أيضا الطب المناطق الحارة، ما حد أبحاث طب المناطق الحارة، ده متخصص في التروبيكال ديزيزز زي الليشمانيز والملاريا وكل الامراض الزيديه يعني. وفي ثاني ما احد ابحاث اللي هو الابحاث الهندسيه، ما احد الابحاث الهندسيه والتكنولوجيا المواد، اللي هو ده المعهد اللي انا كنت اصلا فيه يعني، اصلا انا باحث فيه وما زلت يعني، وبرضه انا اديرت المعهد ده 6 سنوات يعني قبل ما اجي مدير عام للمركز القومي للبحوث.
في ايضا عندنا authority بالنسبه للريموت سينسينج ايمج اند سيسمولوجي، يعني اللي هو ده محد اسمه جهاز الاستشعار عن بعد وابحاث الزلازل. في ايضا كوميشن بالنسبه للكوميشن يعني فور بايو تكنولوجي اند جينيتك انجينيرنج. وآخر المعاهد اللي انضمت لنا يعني حديثاً 2013 أنشئت حديثاً 2013 اللي هو معهد أبحاث الفضاء والطيران. انضم لكم، هل يعني هو كان قائم وبعدين جاء انضم لكم؟ لا سوري، هو أنا بس غلطت في أنشأتوه يعني أيوة، هو أنشئ 2013 يعني. تمام. هو يعتبر من أحدث المعاهد اللي أنشئت في المركز العربي للبحوث. ممتاز جدا. طبعا المعهد ده تحديدا عندنا معه علاقه لانه في اعتصام القياده العامه الشاب اليانج ساينتست حذيفه بريمه جاب جزء من المعرض وتم عرضه في القياده، جاب تلسكوب وكان الناس بتجي تشوف وتشوف شنو الابحاث بتاعت الفضاء ويشرح لهم كده. كان حاجه رائعه جدا جدا منهم يعني. ايوه صح، يعني بالرغم من انه انشئ حديثا ويمكن ما في فاسيلتيز كثيره، لكن صراحه ناس كلهم موتيفيتد ويعني شغالين شغل كويس جدا وجميل، وعملوا في فتره وجيزه عملوا علاقات يعني دوليه كثيره وكذا، دي انتراكتد يعني مع الانترناشونال كوميونتي فيري ويل. نعم نعم. طيب المركز داسي علاقاته بالجامعات شنو؟ يعني احنا بنعرف انه واحده من الثري بيلرز بتاعت الجامعه اللي هو التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، بالتالي العمود بتاع البحث العلمي ده واحد من أساسيات الجامعة. المركز القومي للبحوث كأكبر جهة بحثية في البلد كلها، علاقته شنو بالجامعة؟ المركز علاقته بكل جامعة السودان الكولابوريشن، اللي هو نحن متعاونين مع أغلب الجامعات، في وحدين عندنا معاهم يعني اتفاقيات موقعة مثلا زي جامعة السودان وجامعة الجزيرة وجامعة وادي النيل وجامعة شندي يعني وغيرها، عندنا اتفاقيات موقعة معاهم، زي ما برضو عندنا اتفاقيات موقعة مع مراكز البحوث الثانية يعني أو هيئات مثلا زي هيئة البحوث الزراعية وكذا، فعلاقتنا معاهم تعاونية. طبعا نحن في الوقت الحالي من 2015 برضو بقينا تابعين للبحث العلمي، فبرضو البودي زي ما بيقولوا بيحكمنا واحد اللي هي وزارة التعليم العالي، بقينا تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أيوة نعم. طيب يعني أسي أنا كجامعة، أنا ده أنور كلية جامعية ولا جامعة خاصة ولا حكومية، داير يكون عندي علاقة بحثية واستفيد من الفاسيليتيز بتاعت المركز القومي للبحوث، الحاجة دي available possible؟ يس ايوه، وزي ما قلت لك اصلا هي موجوده يعني، ومعامل المركز العمومي للبحوث كلها يمكن بيستفيدوا منها كل طلبه الجامعات يعني، وبس العلاقه طبعا نحن بننظمها حسب العرف يعني، ويعني وحسب اللوائح تحت المركز العمومي للبحوث، انه يعني ممكن الطالب يجينا مستفيد من اللابات لتقانا يكون واحد من الاساتذه الباحثين هو يعني مشرف ثاني او ممكن يكون مشرف اول، يعني بتعتمد على الجامعة وبتعتمد على شكل مثلا السوبرفايزري كوميتي بيكونوا قاعدوا وقرروا. في طلبة أيضا بيجونا للتدريب، نعم، يعني عشان يقضوا فترات تدريبية أو بيجوا لخدمة وطنية، يعني المركز فاتح يعني كل معاهده ومعامله للطلبة يعني everywhere في السودان. ممتاز جدا جدا. طيب المركز كان تابع لجامعة العلوم والتقانة في فترة، بعدين بقى تابع للتعليم العالي، ويعني كان في أكثر من ميس بوزيشنينج ولا رايت بوزيشنينج ما عارفين. أنت في تقديرك كزولة كارير في الريسيرش من حياتك كلها، ياتي واحد فيهم أفضل إنه يكون وين المركز؟ هل حاجة في طاقته فوق في وزارة ولا في حاجة، ولا يكون إنديبندنت يعني أوثوريتي بادي قائم بذاته، ولا يكون تحت مجلس، يعني شنو تفتكري انه افضل؟ رايك الشخصي بالموضوع ده جدا. لو سمحت لي يا دكتور انور، انا بس يعني احسن ادي نبذه عن المركز ذاته هو انشئ كيف يعني. تمام يا ريت. لك اجاوب لك على سؤالك ده، لانه طيب اول حاجه طبعا اصلا المركز العمومي للبحوث الحالي ده كان بيعرف انشئ 71 انشئ 70 1970 وكان بيعرف باسم المجلس القومي للبحوث، ويمكن اسمه ده لغايه السي
عالق في أسهل ناس كتار. يعني في ناس لغاية تسم بيقولوا المجلس العمومي للبحوث، يعني لو ما قلت لهم كده they confused، يعني بلخبطونا بجهات تانية يعني. نعم. فالمجلس العمومي للبحوث أنشئ 1970 وكان يمكن أول رئيس له نيميري، ويتخلي دي عنده معنى كبير جدا. يعني كان الأمين العام ال 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 يعني الطب في المجلس ده كان الرئيس جحفر محمد نيميري يعني. فدي يعني بالجد بتوضح أهمية المجلس ومن بعده المركز. طيب المجلس كان عنده مانديت محدد اللي هو to coordinate البحوث في كل السودان، يعني الجامعات تعمل البحوث والمركز هو coordination and funding body، هو بموله يعني قروش البحث العلمي بتجي للمجلس وهو بيشوف المشاريع مع الجامعات وكده وبيمول يعني. فللأسف استمر كده 20 سنة تقريبا. سنة 91 يتحول المانديت بتاعه، يتغير اسمه للمركز العمومي للبحوث، ويتغير المانديت بتاعه من coordination يعني لإجراء البحوث، هو حيقوم بالبحوث. ويمكن السبب كان يعني يمكن السبب كان إنه في areas الجامعات ما قادرة تغطيها يعني في البحوث. وأصل لو لاحظت المعاهد دي متفردة، يعني مثلاً واحد للبيئة متخصص ومتخصص أكثر تخصصية يعني، فكل الأريز بتاعته دي ما كانت مغطاة يعني بصورة كافية بواسطة الجامعات يعني. الحاجة الثانية برضو دي حقيقة لازم إنه نحن نحترف بها، إنه البحث العلمي صراحة في الجامعات ضعيف، مش عشان حاجة ثانية لكن لأنه الأساتذة عندهم تاسكس يعني التدريس عبء كبير جداً، والبحث العلمي عايز تفرغ وراحة بال. يعني لو انت بالك ما مرتاح ما بتقدر تبدي، لكن لو مدهوش يعني بالذات مثلا في الظروف يعني الظروف كانت الفاتت يعني كان شوية صعبة ظروف السالاريز والحاجات دي يعني، فما بتخلي صراحة البحث العلمي اتراكتيف بالنسبة لأساتذة الجامعات يعني. فمن 91 هو يتحول للمركز العمومي للبحوث وبيجى يجري البحوث. طيب في الفترة دي هو كان independent يعني تابع لمجلس الوزراء مباشرة، والراعي بتاعه هو مجلس الوزراء يعني، أو هو مثلا زي عمر مانيس أس يعني. نعم. رئيس رئاسة أيوة كده. طيب استمر كده لغاية تقريبا 2000 جات الحكومة قررت يعني تنشئ وزارة للعلوم والتكنولوجيا. وصراحة أنا واحدة من الناس فرحت شديد لأنه ده برضو شفته في العالم، مثلا يعني في ساوث أفريكا في وزارة قوية جدا، في ماليزيا للعلوم والتكنولوجيا، وهي بتقوم بالدور بتاع المجلس الزمان يعني بتمول وعندها برضو ريسيرش انستيتيوشنز وهكذا يعني. لكن للأسف الوزارة دي فشلت يعني، أنا غيرتو بيعتبرها إنها ما قدرت تقوم بدورها إنف، ويمكن لأنه ما اتوفقوا في اختيار الأشخاص الصحيحين اللي يديروها يعني. الناس كانت ما عارفة ذاته يعني شنو ساينس اند تكنولوجي يعني، ولفوا ومشوا العالم كله لكن ما كان في يمكن جدية ومعرفة يعني، عايزة زول أصلاً الباكراوند بتاعته بيكون بيعرف الحاجات دي يعني. فللأسف الوزارة دي استمرت لغاية يمكن 2013، كل مرة اسمها بتغير، مرة ساينس اند تكنولوجي بعدين علوم واتصالات. نعم. وفي النهاية 2015 إحنا طلعنا منها يعني اتحولت هي لوزارة الاتصالات، وإحنا بقت مراكز البحوث دي قاعدة ما عارفة هي تابعة لمنو يعني، لغاية ما قاموا الناس اتحركوا ومشوا لمجلس الوزراء وقال لهم في مراكز ما طلع فيها قرار، فطلع قرار ضمها من 2015 للتعليم العالي. للأسف الشديد أنا عايز أقول لك إنه المركز يفترض يكون independent يعني، ده أفضل وضع بالنسبة لي، ما يكون تحت أي وزارة من الوزارات، لأنه يعني بتكون في مشكلة. إحنا حتى لما كنا يمكن ساينس تابعين لوزارة ساينس اند تكنولوجي ما كنا متضررين زي أسي يعني، لأنه أسي إحنا قروش البحث العلمي كلها بقت بول يعني بقرار من الوزير السابق، بقت بول في التعليم العالي، وإحنا we have to apply ندخل في منافسة مع الجامعات يعني. الدولة معيناك باحث متفرغ المفروض تكون طول السنة شغال وطول السنة عندك مشاريع، لكن لا أنت you compete والبروسيس بتاخد سنة. لو أنا قدمت بداية السنة I got the result يا إما accepted أو rejected يعني almost بتاخد سنة لما تلف في لجان الوزارة وبعد ذلك يقرروا. فده صراحة وضع
يعني مزعج جدا بالنسبه للمركز وبيقلل يعني من الكباسيتي بتاعت الباحثين ويعني محبط جدا بالنسبه لهم يعني. ونحن نتمنى انه خلال العهد ده ايضا يتغير يعني ان شاء الله كمان وحنسعي له يعني مش حننتظر لما نتخذ قرار لكن we are going to do our best انه تجي المبادره مننا للتغيير. اي والله لانه ده كان طبعا سؤالي اللي بعده واسر تقريبا الاجابه كده زي ما بيقولوا قريتها بين السطور. Are you يعني كمركز يعني اوفر فاندد ولا فاندد ولا اندر فاندد؟ طبعا هسه كده الواحد بيقدر يتخيل ولا شنو. ايوه اكيد اندر فاندد لانه لاحظ يعني نحن مثلا في سنوات مثلا 2016 اتقدمت كم 30 مشروع من المركز يعني 7 they have been accepted يعني فمعناها انت عندك باحثين بعدين ما بيجي فيدباك يعني المشكله انه البروسيس بتاعت الوزاره ذات مرات في الغالب ما زي الفندنج ايجنت او الفاونديشن يعني دائما بيجيك فيدباك يعني why they accepted your project لا why they rejected your project فما بيجيك فيدباك انه ليه مشروعك ده ما تقبل يعني فبس ما بتسمع حاجة والمشروع تقبل هو بيسمع وهكذا يعني. والله طبعا دي حالة غريبة يعني وشاذة يعني مثلا الناشونال ساينس فاونديشن في امريكا الريسيرش كونسل في كوريا الجنوبية احنا عملنا هناك شفنا مراكز بحوث كثيرة وكذا دي الحتات يعني الزول بيكون ساعي بيدين ورجلينه انه يعني تستابلش كارير فيهم لانه واضح الريبيتيشن بتاعتهم واضح الفندنج بتاعهم واضح الاوثوريتي بتاعتهم في اجراء البحوث في كل الدوله. فمركز القومي للبحوث السوداني برضو الحته اللي بيكون بيطمح لها كل سوداني وسودانيه انهم يكونوا موجودين فيها بالذات الناس اللي دايرين يمشوا في مجال الريسيرش يعني. فالتصحيح ده مهم ولا شنو يا بروف؟ التصحيح بتاع وضع المركز اكيد اكيد نعم. طيب برضو في المعاهد اللي هو التابعة للمركز إن شاء الله إحنا هنغطيها في سلسلة كل ما حد والباحثين بتعونه والبحوث بتاعتهم من عملوها على أساس إنه الناس تعرف المركز القومي ده من أهم الباديز بتاعتنا. إحنا كلنا مقتنعين بالريسيرش وكلنا مقتنعين بإنه ما في نهضة هتحصل في بلدنا لو ما بقى الريسيرش هو المحرك الرئيسي يعني الأساس الفاونديشن اللي بنبني عليهم. طيب يا بروف سؤال تاني حول عدد الباحثين اللي بيضمهم المركز قدر شنو يعني ناس شغالين فول تايم ريسيرشرز بس عدد الباحثين في سنوات كان حوالي 1000 وطبعا بعد ذاك في فتره من الفترات نحن برضو عانينا من الهجره زي اساتذه الجامعات فأسى العدد الحالي الموجود حوالي 300 باحث يعني عندنا طبعا مجموعه منهم برضو منتدبه هير اند ذير لكن التوتال بتاع الباحثين الحالي 300 باحث. طيب 300 باحث وباحثة شغالين فول تايم وبينتجوا بحوث فبالتالي المركز برضو عنده زي يقولوا إنتاج بحثي سنوي ممكن يقاس يعني كوانتيفايد مقارنة بالدول المحيطة بالنسبة لنا. هل في أي فكرة عن أن احنا أفضل أسوأ دارين نكون وين في حاجة زي دي؟ والله نحن في areas كثيرة جدا قويين فيها ودي أتاحت لنا international collaboration مع جهات كثيرة في عدد يعني من الباحثين يعني كلهم عندهم يعني project مشتركة ممولة من يعني جهات خارجية كلها بشراكات مثلا مع معاهد بحثية في UK في جيرماني في فرنسا يعني في عدد من الباحثين جد يعني عندهم بحوث ممتازة جدا ولانه زي ما قلت لك المعهد كل الارياز بتاعته مميزه شديد يعني فلو سمحت لي برضو انا يعني في الناس لمحه عن التقانات اللي انتجها المركز الاول للبحوث يعني فاول حاجه في المجال الزراعي لو مسكنا المجال الزراعي بس المركز الاول للبحوث انتج عده تقانات تهم الدوله يعني اللي هي مثلا المركز معهد ابحاث البيئه انتج اسمده ومبيدات حيويه وده هو الترند الانترناشونال انك ما عايز تمشي للكيميكلز والسينثيتك ماتيريال والضاره يعني خصوصا انه السودان من يوم الزراعه بتاعته اورجانيك يعني ايضا استنبط بعض النباتات المقاومه للجفاف يعني لانه السودان برضو جاف وعندنا محطه متخصصه في ابحاث الاراضي الجافه اللي هي اسمها الرواكيب يعني غرب ومدربان عندنا محطه بحثيه حوالي 133 فدان
فدي متخصصة يعني في بحوث المناطق الجافة وحتى تربية الحيوان في المناطق الجافة، شغلها متكامل يعني شغل بتاع أجرو فارمينج. أي أيضا عندنا زراعة الأنسجة النباتية، وأسا يمكن الكوميشن أوف بايوتكنولوجي هم حينشئوا زي حاضنة كده عشان تقوم باستخدام زراعة الأنسجة شوكلشر اللي هي تنتج النباتات اللي ما بنقدر نزرعها في السودان، مثلا زي الفراولة وزي الزنجبيل، أغلب الحاجات اللي بنستوردها يعني من برا، فدي ممكن برضو تنتج. عندهم تجارب، عندهم معامل يعني ممتازة جدا. بعدين الكوميشن أوف بايوتكنولوجي هي الفوكال بوينت للاي سي جيب في ايطاليا، اللي هو انترناشونال سنتر فور جينيتك انجينيرينج اند بايوتكنولوجي في ايطاليا، ده مركز عالمي مشهور جدا، نحن الفوكال بوينت بالنسبه له يعني. ايضا عند في شغل كثير في حفظ الموارد الوراثيه، ايضا المركز يعني او محد البيئه مثلا زي ديفلوب تغانات لتربيه النحل ومنتجات العسل، كل الحاجات دي في مكافحه التصحر. ايضا في ابحاث كثيره، لو مشينا لمحد النباتات الطبية والعطرية أنتجوا بعض الأدوية مثلا منها دواء لعلاج اليرقان، معتمدين عليه أغلب الناس في السودان، يعني بيجوا لمحد وبياخدوا الدواء ده فور فري. في محد الأبحاث الهندسية في طبعا صناعة الخشب روف معليش بس فور فري دي طبعا كلمة محتاجة زول يكررها، يعني انتوا بتدوا علاجات مجانية لمرضى اليرقان. صح، أظن أنك أنتوا أفضل محسنين في الدولة كلها. تفضلي واصلي يا برو. والله طبعا نحن ده دورنا اتجاه الكوميونيتي، يعني ما هي قروش البحث العلمي دي في النهاية هي حقة الشعب السوداني، يعني هي public يعني money. يعني خصوصا أنه ده دواء ومربوط يعني بمرض وكده، وممكن الزول يموت في النهاية لو ما تعالج كويس يعني. طيب ايضا في احد الابحاث الهندسيه مثلا عنده صناعه الخشب والورق المضغوط، وعندنا كولابوريشن مع جهات اجنبيه كثيره وشغالين في ارياز يونيك في الحته دي، لانه احنا بنستغل الالياف الطبيعيه يعني والمخلفات الزراعيه. الشغل بتاع التصنيع ده كله بيزد على مواردنا يعني، فعشان كده برضو قدرنا تأتراكت بعض المراكز البحثيه عشان التوجه بقى كده، يعني بقى انك تمشي للناتشورال ريسورسز ناتشورال فايبرز وهكذا يعني. المحد ده ايضا انتج يعني التقانه بتاعت بناء قليله التكلفه اللي هو ده الطوب المثبت عشان يكون بديل للبرنت بريك اللي هو الطوب المحروق، لانه الطوب المحروق بيدمر البيئه، بيتقطع الخشب والكماين. ايوه شغل الكماين. فده صراحة الطوب بتاعنا ده استغلته مؤسسات حكومية و NGOs، احنا بندربهم على الـ على الـ على انتاج الطوب، وايضا الباحثين زي developed machine يعني مكنة بتنتج الطوب، والمكنة دي هي معدلة من مكنة امريكية كانت فيها عيوب كثيرة يعني سيئة جدا، فباحثيننا طوروا المكنة دي يعني، ويمكن اكثر ناس مستفيدين منها هم الـ NGOs وحتى بعض الجهات الحكومية، الكامبس بتاع معسكر دنقلة، المناطق السياحية في السودان زي البجراوية فيها استراحة يعني المحد بناها بالتقانة دي، أيضا في الدندر كلها الاستراحات من القش أسد حولت كلها للطوب المثبت، وبيكون سياح يمشوا يرتاحوا ويقعدوا في حتة جميلة جدا وبرضو ما بعيدة من الطبيعة. طيب برضو أبحاث المناطق الحارة عندهم مشروع ضخم جدا في الملاريا ممول من بنك التنمية الإسلامي، والمشروع ده بيهدف لأنه يخلص السودان من الملاريا بالتخلص من البعوض الناقل يعني، وباستخدام التغانب تحت الهيراديشن يعني بيعقم الميلز وتتفكى يعني في الكوميونيتي، بعد ذاك طبعا ما بيحصل توالد وبكده البعوض ينتهي يعني، وهي تغانة مجربة. فأيضا ده مشروع ضخم بالنسبة لناس تبقى المناطق الحارة. أنا أي أوتلاين يعني دي بس بعض المشروع. صحيح نحن حنجي بعدين ندرس يعني في حتات زي دي مهمة، لأنها بتأثر على الاقتصاد بشكل تاني في الصحة مثلا. أيوة. إنه الملاريا من أكثر الأوبئة اللي بتصيب. صح، بعدين هي كثيرة في المناطق الزراعية، فالمزارع ده لو ما هو هيلثي ما بيقدر يزرع يعني. نعم. الحاجات كلها مرتبطة عن بعض. طيب بالنسبة لناس البيوتكنولوجي ديل أنتجوا خماير، السودان بيستورد خميرة ب 250 مليون وشغل فيه كوربشن كتير، لأنه بيستوردها يعني بيستنزف العملة تحت البلد وبيصدرها للمناطق اللي حولنا، ففيها شغل يعني بتاع فساد. عشان كده نحن برضو بادرنا
ودعينا وزير الصناعة وكلمناه، وأصلاً إحنا بنعيد في دراسة جدوى عشان ينشأ بالتعاون مع وزارة الصناعة طبعاً مصنع بتاع خميرة لإنتاج الخمائر. يعني شو الخمائر دي؟ حاجة بسيطة جداً ممكن الدولة تستوردها. نعم، ده طبعاً ده كان برضو يعني هو سؤال طرحه هنا الأخ موسى حول الرؤية العلاقة التكاملية بين الجامعات والمركز القومي للبحوث والصناعة. دي أنا بجيها، لأنه دي يعني برضو واحدة من الحاجات بجد المفروض نحن تفوكس ونيت يعني. مثلاً ناس الفضاء على يعني حداثة المعهد عملوا كيوبسات يعني، وأطلقوا برضو بعض الأجسام الدرونز وكده، ودي ممكن طبعاً تستخدم في مراقبة العمليات الزراعية يعني في حاجات كثيرة. ناس الريموت سينسينج إيميج، أي معهد لو مسكته ليك يعني ما حد ينتهي لغاية بكرة، عنده عدد من التغارات إن شاء الله الناس تتكلم عنها بالتفصيل يعني في المحاضرات تكون متخصصة يعني. نعم. طيب بالنسبة لعلاقتنا مع الوزارات الأخرى ومع الجامعات، يعني في كل العالم دائما دي سياسة الدولة، صحيح. اللي هي الموضوع بتاع التشبيك ده، دي الدولة هي اللي بتشبك. نحن محل ما مشينا لقينا الدولة مرات بتنشئ ميكانيزم، بتنشئ لها بودي عشان هو يعمل يقوم بعملية التشبيك بين الأكاديمية وبين الاندستري ومراكز البحوث. للأسف في السودان this is missing. إحنا بنعاني من الحتة دي شديد، لأنه في السودان الناس يعني they are working in isolated island، يعني أي زول عنده الجزيرة المعزولة بتاعته ومقفول على روحه وما عايز تكولابوريت، يعني حاجة صراحة يعني مؤسفة شديد. نعم. وما أنا صراحة ما شفت نموذج يعني زي السودان يعني. السودان متفرد في الحتة دي يا بروف. شديد شديد يعني. نعم. يعني وفي ناس بيفتكروا إنه ده الصح يعني. فالحاجة اللي إحنا بنعملها طول الوقت إنه طوالي إحنا بنبادر. يعني بنبادر يعني مثلا أسي أنا من الأسبوع الأول اللي جيت فيه يعني طوالي اجتهدت عشان نلاقي وزير الصناعة ونلاقي وزير الزراعة، وقعدنا معاهم وريناهم التغنات بتاعتنا واتكلمنا. شفت صور في الويب سايت؟ اي نعم. ايوه، لكن برضو لازم دي تكون إرادة الدولة، يعني لازم الدولة هي تطاردنا، ما انت انشأتنا عشان نحن تو هيلب يو في المواضيع بتاعت التنمية والديفلوبمنت، ده الرول بتاعنا يعني. ونحن الادفايزر بالنسبة للدولة. انا ما قلت لك اهداف المركز اللي انشئت من اجله، دي واحدة منها يعني، انه نحن يعني مستشارين بالنسبة للدولة يعني في مجال التنمية. وللأسف ده ما بيحصل. وأنا يتخيل لي السبب الأساسي، ويمكن برضو بعض الدول العربية زينا بتعاني منه، إنه البحث العلمي is culture، يعني هو ثقافة. فالثقافة دي للأسف is missing. نعم. إحنا اتفقنا خير وقلنا يعني الحكومة الجاد، يعني انبسطنا جدا لما حمدوك في أول يمكن خطاب له he mentioned البحث العلمي، يعني فرحنا جدا. لكن للأسف يمكن كمان لأنه الاقتصاد بتاع الدولة تعبان، ويضطر مجلس الوزراء يقعد يتكلم عن حصص الدقيق، ودي حاجات very basics أنا ما أتخلي في مجلس وزراء بناغشة يعني. نعم. يعني في العالم، ونتمنى أنه ده يتغير يعني. طيب من الكوردينيتنج بوديز اللي بتكون في الدول كلها، اللي هي حتة بتاعت حاضنة الأعمال. أيوة. اللي هي حتة بيكون فيها، أنا بتذكر لما كنت بعمل في الدكتوراه في كوريا الجنوبية كان المبنى اللي قاعدين فيه باللغة الكورية اسمه هاكيون سان، التعليم والبزنس والبحث. فبتلقى دائما شركات ناشئة أو كده. هل المركز عنده أي يعني أوثورتي ولا إنه ينشئ حاضنات أعمال بنفسه؟ طيب المركز حاضنة أعمال اللي هي زي الاسبين أوف وستارت أب يعني لو تقصد ديل، لا يعني نحن بالقانون بتاعنا ما بنقدر ننشئ شركات يعني على اساس انه مثلا نقوم ننتج الاسمده ننتج ديل. لكن لما يعني عبر الازمان وكوميونيكيتد مع القطاع الخاص وما لقينا ريسبونس من القطاع الخاص، القطاع الخاص في السودان برضو بسيط، كلها صناعات صغيره ومتوسطه وكلها صناعات سيف، زبادي بسكويت كده، فالناس ما عايزه تريسك، لانه برضو المجال بتاعنا فيه ريسك يعني. لكن بس الناس بتتعلم برا يعني، وفي اراده الحكومه بتساعد وبتنظم المساله دي كلها. المركز قرر ينشئ حاضنه عشان تنتج مثلا الطوب المثبت، عشان تنتج الاسمده. فيمكن عندنا ناس حوالي 5 حاضنات تحت الانشاء،
بننشئ فيها على أساس أنه هي تكون نموذج للقطاع الخاص، وفي نفس الوقت إحنا نقدر يعني نكون عملنا سكيل اب للمنتجات بتاعتنا ونطورها يعني. فهي مرحلة كان طبعا أصلا أنشئت مدينة أفريقيا عشان تقوم بها، لكن برضو للأسف مدينة أفريقيا ما لعبت يعني دور المفروض كان تلعبه. فالمركز قرر يعني أنشأ هيئة بتاعت نغل وتوطين وتطوير التقانة. نعم. فالحاضنات دي كلها حتكون تحت الهيئة دي يعني. يعني عشان تكون نموذج للقطاع الخاص، وفي نفس الوقت يعني زي ما قلت نحن بنطور من خلاله منتجاتنا ونقربها للسوق يعني. طيب في حتات يعني يا بروف زي الريسايكلينج، يعني دي واحدة من الحتات اللي ممكن يحصل فيها انترفينشن كبير جدا جدا، وما حد عبر حاضنة أعمال ليه علاقة بالصناعة والتجارة والبحث العلمي يعني الناس تقدم فيها حاجة مفيدة. في أي واحدة من الحاضنات القيد الإنشاء دي ليه علاقة بالريسايكلينج، خصوصا أنه عندكم معهد البيئة؟ والله الريسايكلينج أصدش لا يعني، لكن يعني مثلا إحنا في الورق يعني في مشاريع كان الهدف منها إنها تعيد يعني تدوير الورق وكده، وصلت لنتائج ممتازة جدا. برضو قبل فترة يعني كان مثلا بنك السودان برضو عنده قروش كثيرة قديمة يعني ما عارف يوديها وين، فقاموا عملوا لها يعني كومبريشن كده وجابوها لنا، برضو عملنا فيها شغل وأدت نتائج ممتازة يعني. فعلى الأقل إحنا دولة يعني بنستورد الورق بكميات مهولة جدا يعني وبملايين الدولارات يعني، فإذا ما عايزين نعمل مصانع يعني على الأقل الشغل بتاع الريسايكلينج ما مكلف زي إنك تنشئ مصنع بتاع ورق. طبعا هو إنشاؤه مكلف لكن بعد ذلك بريحك يعني، وممكن حتى تصدر للريجون لأنه في دول كثيرة حولنا زينا، السودان غني بالموارد ممكن تحصل حاجة زي دي، ممكن نبدأ بالريسايكلينج. فإن شاء الله نحتبر ريكومنديشن منك يا دكتور أنور. نعم. وناخدها في الحاضنات اللي حتبقى كل سنة بيكون يعني في كده أفكار بتاعت حاضنات بيعمل المركز العام للبحوث يعني، يكون لها أصلاً ممولة من وزارة المالية قسم التنمية يعني. طيب. فممكن دي نحتبرها ريكومنديشن منك نعملها خطة السنة الجاية يعني إن شاء الله. شكراً يا بروف. طيب السؤال الأخير، أنا ما عارف إنه يعني الوقت بتاعك عارف أنا مقدر تماماً. أنا كباحث مستقل، أنا زول عندي فكرة بتاعت بحث، مشروع تخرج، طالب في جامعة خاصة ولا عامة ولا كده، كان أي ووكن يعني بس أجي داخل كده المركز القومي للبحوث أقول أنا والله أنا عندي فكرة، الفكرة دي مثلا بتجيب بتوفر كده ولا بتزيد الإنتاجية في كده، ويقوم الناس يستقبلني بصدر رحب يقول لي تعالى تفضل أعمل البحث بتاعك هنا ده ودي الحاجات، وبعدين نعيد لك فلان ده يكون مرشد بالنسبة لك كده، في حاجة زي دي الكلتشر كده جوه المركز ولا كيف والمعاهد التابعة له؟ يعني أيوة هي في، بس بيكون مرات العائق يعني إحنا مثلا بنحسبها إذا الموارد كلها متوفرة عندنا مثلا من كيميكلز وأجهزة وكده يعني إحنا ما عندنا ما نحتو هلبو، بعد تحصل حاجات زي دي كثيرة يعني مثلا سي طلبة الجامعات ديل بالذات مشاريع التخرج مثلا يعني بيجوا ما عندهم فند، الجامعات ما بتمول والأساتذة ما فاضين عشان يشرفوا، فمرات العبء ده كله بيقع على المركز القومي للبحوث يعني in a voluntary way يعني احنا بنتطوع لانه ديل الطلبة وحيطلعوا، ونحن برضو عايزين كمان ننشر ثقافة البحث العلمي فبنساعدهم يعني. لكن لو بروجكت كبير ممكن يعني نساعد الزول في انه يتكتب بروبوزل ويتعمل شكل بتاع الشراكة ويتقدم له تمويل يعني somewhere. فالباحثين في المركز العام للبحوث صراحة very open للتعاون يعني بس يتخطى في الأطر الصحيحة. نعم. طيب يا بروف، نحن حاليا يعني كلنا مواجهين العالم كله بجائحة كورونا، والناس بتسمع كل يوم إنه والله المركز البحثي الفلاني عمل كده وقالت جامعة هارفارد كده وإلى آخره من آخره، الدور الغائب المفقود لمراكز البحوث في السودان، أنا ما أعرف هل في حاجة تابعة عليكم انتو شغالة في البحوث العلمية الأساسية مثلا في معرفة الميكروبيولوجي ولا الجين سيكونسينج ولا الجينوم ولا كده؟ أيوة نحن ما عندنا يعني سيكونسر من الأجهزة اللي خطيناها برضو السنة دي،
على أساس إنه نجيبه، لأنه الناس بترسل العينات برا ومرات بتكون expensive ومرات إلا تلقى لك collaborator كده يعني ظريف عشان نشتغل عليك يعني. فخدتناها من ضمن الأجهزة اللي حنشتريها السنة دي وقدمنا فعلا لوزارة التعليم العالي على أساس إنه حتى ممكن تستفيد منه الجامعات يعني. بالنسبة لجائحة كورونا طبعا هي محتاجة في المقام الأول مثلا للاب بتاع فيرولوجي وسيف وكده، من حتة بتاعت إنك مثلا تطلع drug يعني من النباتات الطبيعية القائمة في السودان دي ما فيها مشكلة. المركز فعلا عمل مجموعة بحثية بالتعاون مع معهد أبحاث الأمراض المتوطنة اللي هم كانوا عندهم فكرة يدرسوا الكلوروكوين يعني يعملوا clinical trials في الكلوروكوين، والمعهد يشوف الأدوية الطبيعية الممكن تعالج جائحة كورونا. فتواصلنا فعلا مع الاي سي جيب في إيطاليا على أساس إنه الشغل ده يتم بتعاون معهم يعني. وإن شاء الله في نوفمبر في اجتماع يعني حنحدد فيه شكل التعاون يكون كيف، لكن المجموعة اتكونت وشغالة يعني شغالين يعني بيعملوا في المقترحات وبعض التجارب الأولية. بالإضافة لكده أيضا المركز العمومي للبحوث كل في يعني بواسطة الكوميستيك إننا نضع برنامج بتاع يعني capacity building program لميدل إيست والنورث أفريكا. وفعلا نحن وضعنا البرنامج ده اللي هو برنامج متكامل فيه منح سكولرشيبيات ومجالات نشتغل فيها، مجالات العلوم المتقدمة زي الانجينيرينج والميكانيكال أدفانس ميكانيكال انجينيرينج. خدتنا البرنامج ده للكوميستيك وكنا برضو خدتنا لهم إنه ممكن نحن نتعاون معاهم في يعني جائحة كورونا. وفعلا we developed proposal هم رسلوا لنا الليلة بالتحديد يعني هم كتبوا الجزء اللي بيليهم يعني، والمركز العمومي للبحوث حيكتب الجزء اللي يليهم في هذا البروبوزل. وهو قدم يعني قدمت كونسبت نوت لبنك التنمية الإسلامي في جدة وحيقدم كمشروع يعني للتمويل. أيضا حتكون في دورة تدريبية اللي هو حينشئ المركز في الريجون للدول الأفريقية عشان تدربهم على التستينج بتاع الكورونا يعني فيروس. فأيضا الدورة التدريبية دي أسي جاري التدريب لها. نحن عندنا هنا بعض الأجهزة هي بتستعمل يعني مثلا للتريبانسوما كده، لكن يعني تكون بي يعني موديوليتد يعني عشان على أساس أنه تعمل برضو التست بتاع كورونا يعني. فحتكون في حاجة زي دي بينه وبين باكستان يعني كلها بإشراف الكوميستيك. طيب يا بروف، احنا عرفنا انه والله يا اخي في اندر فاندينج وفي مشكله بتاعت انه والله السيستم الاداري نفسه خاطيكم في حته بتاعتنا كنتوا يو كومبيت، مع انه انتوا الحته المفروض الناس تو كومبيت تو. الناس لو عايز اساعد، لو انا داير اساهم اي حاجه مثلا شيء ذكرتي بها في سيكونسر اللي هو حاجه اساسيه جدا للبحوث بتاعت الفيرولوجي الكورونا وكل الجوائح ممكن تجي ولا كده، انا اسيدي رجل اعمال سوداني حضرت اللي قاعده، أنا قاعد عندي برجين في دبي بالحلال، داير أساهم في المركز القومي للبحوث، هل حاجة زي دي ممكنة ولا؟ أكيد أكيد، بالعكس أنا يعني لي فترة كده لما بدأ البرنامج بتاع القومي للسودان قلت والله نحن وينيد يعني برنامج زي ده للمركز، محتاجين قومة برضو للمركز القومي للبحوث يعني بالذات الأجهزة وال ايوه ان تيمز اوف اجهزه. وفعلا هسه احنا برضو عندنا شغل برضو كتير في الانفراستراكشر يعني في معاهد حتات ضيقه مباني وايز، لكن دي اوريدي يعني اتكلمنا مع الوزيره ووزاره الماليه ومجلس الوزراء، فيعني خلال الفتره الجايه حتتحل لانه بدينا فيها خطوات يعني، بس يمكن عشان الحظر يعني شويه كده اعاق الناس الشهور دي يعني، لكن بدينا فيها خطوات على اساس انه من حته بتاعت مباني تتحل. فياريت والله يعني يمكن برضو واحدة من يعني ترحيبنا بالمبادرات اللي زي مبادرتكم دي يا دكتور أنور، إنه نحن عايزين نعرف بالمركز ونشوف لو لقينا أي جهات تدعم. مفكرين برضو أنا دائما بقول المفروض نعمل حاجة مثلا في تويتر يعني في كل الميديا على أساس إنه لو الناس بتقدر يعني تساعدنا وكده. مرات كثيرة طبعا نحن برضو الأمريكان يعني سانكل بالضبط كده ما بتخليك تقدر تشتري أجهزة يعني الكواليتي بتاعتها تمام كده يعني. على الأقل أسس شوية مثلا في بعض الباحثين يعني قدروا يحصلوا على international funding in collaboration يعني مع جهات أوروبية
يعني فإن شاء الله اللي قدام نمشي أفضل، وبنرحب بأي بيزنس من يعني يساعدونا يعني. تمام. ويشاركوكم كمان. ده السؤال الأخير حيكون عن العقوبات الأمريكية على السودان في الجانب الاقتصادي بتاعها، إنه أضر بالبحث العلمي ومسيرة المراكز البحثية وكده، مش كده؟ صح كتير يعني، ما in terms of يعني equipment، حتى chemicals مرات نحن في chemicals برضو ما بنقدر يعني ما بنقدر نجيبه برضو، يمكن لأنه هنا كمان الناس يعني نحن مثلا كدولة مثلا مجلس الأدوية والسموم كل مرة يعني they take chemicals معينة يقول لك بس دي لو ما في الليست ما تستوردها، فما في مرونة برضو يعني. يعني في مشاكل كثيرة داخلية وخارجية صراحة بيعاني منها البحث العلمي، وكنا نتمنى انه يعني الدولة تنتبه شوية، لانه ما في انا ما يتخلي كل دول العالم دي اتقدمت، مثلا الغرب يعني كله بيتقدموا بواسطة البحث العلمي، ما بتقدر تشتغل بقوة الناس القائمين على البحث العلمي في انه يمكنوا يدوهم الفرصه، انه هم ما ساينتست وريسيرشرز وكده، هم دول اللي عارفين اللي بيقعدوا بالساعات الطوال يبحثوا في المشكله ويقلبوا اطرافها يعني. فبروفيسور زينب، صراحه انا عندي كميه بتاعت اسئله ممكن اقعدك للخميس الجاي يعني، قاعد هنا وانا عارف الظرف. احنا لما بدينا يعني اللقاء عارف تماما الخلفيه، فبما انه احنا هيكون دي شايفين اخواننا في هنا ده ذا فيرست ويبينار، دي اول ويبينار مع احنا سعيدين جدا في الباحثين السودانيين انه يكون عندنا الشراكه مع المركز القومي للبحوث، في انه الناس يعني مع بعض كلنا مجتمع واحد، اذا كان مبادره ولا كده احنا كلنا كباحثين طامحين، لانه حينما يذكر البحث العلمي والسودان الناس تجيها بيرسبشن ايجابي على القصه دي. ما حنطول اكثر من كده، دايرين نشكرك شكر جزيل جدا على زمنك، ونشكر الباحثه ريان ورميساء والزميلات دكتوره حنان ودكتوره ساره على انهم يعني نسقوا، كان في شغل كثير وراء الكواليس على اساس انه البتاع دي المقابله تحصل. نشكر الباشمهندس حيدر برضه هناك على الدعم الفني، وبروفيسور زينب ان شاء الله ده ما يكون اول ولا اخر، ما يكون اخر لقاء، ويكون ان شاء الله معانا في السلسله القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. وانا يا دكتور انور برضه بشكرك يعني اجزل الشكر على المبادره، ويعني كونك انت يعني اديتنا فرصه زي دي، اديت المركز فرصه زي دي، وزي ما قلت احنا كلنا بنحب بلدنا، ويعني انا دائما بقول لهم محبتك لبلدك بتنعكس في الشغل اللي انت بتعمله يعني. فهدفنا يعني ان شاء الله واحد، وتكون دي بدايه لتعامل ان شاء الله تعاون ان شاء الله حيستمر يعني ان شاء الله. والف شكر ليك وللفريق برضه الباحثات اللي كانوا يعني خلف الكواليس، نشكرهم مره ثانيه. نعم. وحيدر برضه ما قصر يعني في التكنيكال اسيستنت يعني مشكور. نعم. كثير. الله يديكم الصحه. شكرا لكل اللي حضروا يعني اللقاء، بنشكرهم ونلاقيهم في حلقات قادمه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لكل الزملاء والزميلات، انا اسف جدا. نعم اسف جدا يا شباب على انه ما حناخذ الاجابات هنا، لكن حنحفظ الاسئله بتاعتكم للقاء ان شاء الله قادم، تحديدا مع المعاهد المتخصصه وكذا. شكرا جزيلا بروفيسور زينب، وهاف ا نايس ويكند. يديك الصحه والعافيه ان شاء الله. شكرا لك، وانت برضو هابي ويكند. الله يديك العافيه ان شاء الله. الله يخليكم كلكم، مع السلامه. الله يسلمك، كثر خيرك.